تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو كرم، الكرة الكويتية يعني هي أم الكرة أو أم الرياضة في الخليج، يعني وهي أول منتخب تأهل كأس العالم، بطولات آسيوية، تاريخ. يمكن جاء مرحلة شوي فكان في هبوط، لكن أنا يعني وكذلك زي ما ذكر الزميل بدر، يعني يمكن فترة التوقف والمشاكل مع الفيفا شوي بردت الوضع الرياضي في الكويت، لكن أنا عندي تفاؤل وعندي أمل إن شاء الله أنه تبي ترجع الكرة الكويتية أفضل، وإن شاء الله البداية تكون من هذه البطولة الآسيوية في الإمارات، حتى ولو لم يحقق، ولكن إن شاء الله سوف يعني يترك بصمة ممتازة عن الكرة الكويتية والخليجية بصفة عامة. طبعا الكويت مو مشارك بآسيا، أنت بتعرف ما هي؟ أبو سلطان كيف مو مشارك؟ لا مو مشارك، لا والله مو مشارك، على اساس بدك تحلل اسيا انت وبدك توصل بكره تنورنا. شنو؟ ان شاء الله بكره منوركم. بتنور. انا غلطت حسبه بيشارك. شلون تحسبه مشارك؟ لازم تعرف انه مو مشارك، يعني شلون مشارك وين؟ الكويت في القلب، الكويت في القلب. الكويت في القلب ما اختلفنا. مشارك باسيا. قاعد تحلل وتشيل وتحط كل الاحوال الكويت مو مشاركه بالنهائيات ابو سلطان. بس مشان الحلال والحرام. لا الكويت مي مشاركة. الكويت مي مشاركة. نعم. الله يذكرك. أزرق هذا لون الكويت اللي لن تشارك في كأس آسيا، ولكن عبد العزيز الغتير هذا حكى ولا وعد يحلل وضع الكويت في كأس آسيا. ما عرفنا بأي مجموعة راح تلعب الكويت في كأس آسيا عبد العزيز. مسكت عليها هذه، وانا ادري ليش مسكت عليها، لكن ما بدك تحلل. اذا جيت بدك تحلل الامم اسيا وتجي الكويت مشاركه ماشي. يعني بس هي غلطه كبيره ما هي؟ ترى لا بلا ميم كبيره، مطوع يم مليونين في الحرم ويغلط، مو بعد حنا وحنا نحلل الكره. خلينا نروح لفاصل من الاعلام بلا ما تفوتنا بالشغلات الثانيه. عمر I lost my way back home, I'm new here. انجليشي نوت مي، باي باي. Are you that guy? Yes, I am. I took a direct English course to show you that I can speak English as a native speaker just like you. Native speaker? بس اخويا انا بحريني عبالي انك هندي. تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.